واني ضجت من هاي العيشة مالتي، انا ما اريد اشوف هذا اللون دائما، انا حتى ما قاعد اقدر انام. احسن حل انا اعرف شو راح اسوي، خلي اجيب بلوكات الدايموند، هياته موجودة عندي، احسن شي اكسر هذا، بعدين راح ابني جدار هنا حتى ابد ما اشوف هذا اللون المقرف. هي انتظر انتظر، هذا ايش قاعد تسوي؟ وليش كسرت كل الكاربت؟ هي اسمعيني، انا ما اريد اشوف هذا اللون المقرف، هيك افضل، هيك ظل سياج هنا حتى اشوف بس اللون البلو. شنو؟ ما اشوف اللون البينك؟ هيشوف اسمعني، انت لازم تشوف هذا اللون، حتى بلك راح يجي يوم تقتنع انه هذا احلى لون بالعالم، وراح تغير كل هذا الكاربت مالتك، وراح تغير سريرك. شنو؟ تريدين اغير سريري والكاربت مالتي لهذا اللون؟ اي طبعا طبعا، يا هذا اللون احلى من هذا اللون المقرف اللي اتخلى هنا. اوكي هسه انا كملت كل هذا. اي مستحيل اني اقبل، انت ليش كسرتي هذا السياج؟ انا ما اقبل بهذا اللون، انا اكره هذا اللون. هي كف تضوجني، اصلا هذا اللون كلش حلو، انا على عنادك راح اخلي لك حتى هنا لون بينك. اوكي قاعد اشوف. هي ابتعدي ابتعدي عن المكان مالتي، ابتعدي عن هذا المكان. هي انت ابتعد. يا اولاد يا اولاد تعالوا. انت ليش تحاركون؟ بابا الملك يصحنا، هاي كله بسببك يا مزعج، لان تضوجتني. اي بسببك انت، بسبب هذا اللون المقرف. يلا خلي انزل على السريع. نعم يا بابا الملك. بابا الملك انت ما تعرف، كله بسبب اخوي، هو قاعد يضوجني وخلى حاجز، يقول حتى ما اشوف هذا اللون المقرف، بس اللون البينك كلش حلو، بابا كلش حلو. هيا اولاد، انتو صار لكم سنين تتعاركون على مود هذا اللون، انت تكره اللون الوردي وانت تكرهين اللون الازرق، بس اسمعوني، انتو كبرتوا يا اولاد، انتو صرتوا امراء، هسه اجى الوقت انه كل واحد بيكم يصير عنده قصر. شنو؟ بابا قصدك انه انا صار عندي قصر وراح اسمي اللون البينك؟ يا بنتي ابني من اللون اللي عجبك. بس يا بابا ليش تسمح له انه تبني من اللون البينك؟ بصراحه هذا اللون مقرف، خلي تبني من اللون الازرق. هي تكف تضوجني، انت اصلا ما لك علاقه بهذا الموضوع، هذا الموضوع يخصني اني، وهذا القصر راح يكون بس الي. اسمعوا يا اولاد، ابنوا القصور من الالوان اللي تعجبكم، هسه اجى الوقت انه تروحون تبنون قصور لكم. يوه بابا انا كلش اشكرك، انا راح يصير عندي قصر من اللون البينك، ومتاكده انت راح تقتنع بالاخير ان لوني هذا اللي مختارته البينك احلى من اللون البلو. اسمعيني، انت اصلا ملابسك مقرفه، حتى اللون الوردي هو مقرف، انا راح ابني قصر من اللون الازرق، انا اعرف علي من راح اروح، راح اروح على افضل شخص يبني بيوت بالعالم، إذا رحت وقلت لابني لي قصر راح يكون قصر أسطوري. لازم استعجل واروح له، يلا خل اركض. يس جيجي نايم، هسه جبت هذا الكاربت البينك وراح اغير هذا، بس ها احتمال راح يضوجني، احسن شيء خلت خلص منه. هاي جيجي جيجي قعد قعد. اي شنو صاير؟ ما قاعد تشوفين اني نايم؟ هاي جيجي انت شنو 24 ساعه قاعد هنا لو نايم؟ لو كش ما قاعد تسوي، على الاقل روح جيب لنا صمون خلينا نستفاد منك. يلا روح. شنو اجيب صمون؟ هي اسمعيني، ليش ما تروحين تجيبين صمون؟ ثاني شيء أنا ما عندي أي دايموند، أنا بصراحة خلصت الدايموند مالتي. ما عندك أي دايموند؟ بس وين خلصت الدايموند؟ هي بصراحة أنا قبل كنت أبني بيوت للناس، كانوا يطلبون مني، بس هسه ما حد ما قاعد يريد بيت، ولهذا أنا ظليت بدون شغل. هي وانت ليش ما تروحين تشتغلين؟ على الأقل روح نظفي البيوت، بلكي تحصلين دايموند. شنو؟ يعني تريدني أسوي لك أكل؟ وتريدني أنظف البيت؟ وتريد هم وانا اشتغل وانت قاعد مثلا شنو انت؟ انت شنو الملك؟ انت كش ما تسوي؟ هي اسمعيني بصراحة، انت قاعد تزعجيني، يلا ابتعدي منا. والله ضوجتني، هي انا اذا انتقم منك. هي افتحوا الباب. هي هذا منو اجي؟ منو اجي؟ شو خل اشوف. هي علي اكيد اكيد. ها الامير، مرحبا يا امير. اهلا اهلا يا امير، واخيرا انت اجيت. اسمعني يا جيجي، انا اجيتك بمهمة، اريدك تبني لي قصر اسطوري يكون من اللون الازرق. من اللون الازرق اكيد اكيد يا امير، اوعدك راح اسوي لك احلى قصر بالعالم. بس هي امير انت ايش قاعد تحكي يا جيجي؟ انا هم بناء محترفة، انا هم راح اسوي بناء كلش حلو. هي انت شنو؟ متي من اي لون راح تبني القصر؟ شوف اسمع، انت ما تعرف اسوي لك اياه من اللون البينك، وراح يكون هذا اللون كلش حلو، احسن لون البلو، هذا مقرف حد شكله ما حلو. هي اخرسي، انت ما تعرفي انا اكره هذا اللون، انا اصلا اكثر لون اكره هو اللون الوردي. شنو؟ والله مزيان حكي حليج. اوكي يا امير، اوعدك انه انا راح ابني لك قصر من اللون الازرق، بصراحه هذا اللون الوردي لون مقرف وماكو اي واحد بالعالم يحبه. اي صحيح. هي اسمعني يا جيجي، استعجل على السريع، انا راح انطيك بلوكات واردك تبني لي قصر، ارد يكون احلى قصر بالعالم. بس يا امير اذا بنيت لك هذا القصر انت راح تنطيني جائزه. هي اكيد، انا راح انطيك دايموند كلش هوايه حتى راح اسويك غني.
راح يسميني غني بول. اوكي ما يخالف، اوعدك هسه راح اجي وياك وراح ابني لك احلى قصر. يس انا جمعت الادوات مالتي حتى اقدر ابني بيت اسطوري، راح يكون قصر مال امير. يلا خلي استعجل. هذا الامير مقرف، يحب هذا اللون البلو المقرف نفس جيجي. اصلا هذا اللون كلش محلو ولونه كلش محلو اصلا. هاي رانيا انت اصلا منو رايد رايك اصلا؟ هو الامير رايد بقصر من لون بلو. انا اعرف الامير يحب هذا اللون مثلي، وحتى راح ينطيني جائزه، قال لي راح انطي كنز من الدايموند. شنو بس جيجي اذا انطق جائزه اكيد راح تساعدني، لاني اختك دابا انظف البيت، ارتب ملابسك، اسوي لك اكل طيب. ها بصراحه اي صح، انت دام تنظفين البيت وتسوين اكل اوكي تبدل تهتمين، اوعدك انه انا راح اساعدك. شنو ساعدني؟ واو. اي ما يخالف، يعني راح اجيب لك صمونه. شنو صمونه؟ من قال لك انه انا اللي صمونه؟ انا اللي دايموند. هي دايموند، هذا الدايموند بس الي، انت ما تعرفي من احصل على هذا الدايموند شو راح اسوي؟ راح اسوي لي بيت من اللون البلو، راح اسوي بيت اسطوري، واذا عجبك تعي عيش وياي بالبيت مالتي. لا مستحيل، يلا ابتعد عن طريقي، يلا روح روح. اوكي اوكي، واو هسه لازم اروح على قصر الملك، لان الامير قال لي تعال جيجي اخذ من عندي بلوكات، راح احصل على البلوكات لون بلو حتى اقدر ابني له هذا القصر. وساني كل الضجت، هذا جيجي كل الضوجني، يعني راح يحصل هو دايموند وانا كل شيء ما يصير عندي. معقول ابقى بهذا البيت؟ حتى هو قال راح اسوي لي بيت من اللون البلو، هو يسوي هيك حتى يجبرني اسكن وياه بهذا البيت المقرف. بس شنو صوت باب؟ من اجي؟ معقول يكون جيجي؟ شو الأميرة اجتي؟ مرحبا يا أميرة، أهلا أهلا رانيا، أنا محتاج بشغلة ضرورية وأنت لازم تساعديني. أنا عبيج، أنت دائما بنائك كلش حلو وتسوي بنائك من اللون البينك، أنا كلش أحب هذا اللون، فلهذا اجيت عليك حتى تساعديني. إي طبعا طبعا يا أميرة، أي شي تحتاجي أنا راح أسوي. هي اسمعيني رانيا، أنا محتاج أسوي لي قصر، بس أريد القصر يكون كلش حلو يختلف عن البناء الموجود بالقرية، أريد يكون أسطوري. إيه طبعا يا أميرة، أكيد راح أسويك أحلى قصر بالعالم. يس أنا تقربت هنا، يلا يا جيجي استعجل، أتوقع راح أقدر أبني القصر للأمير بهذا المكان، وأنا متأكد راح يعجبه، حتى أنا اليوم عندي خطة أسطورية، راح أبني قصر بحياتي مباني. راح تكون فكرة جديدة. يلا يا جيجي، بالبداية القصر ما أريد أسويه يكون مستوى ناصي، يعني مستوى الأرض، لأن بصراحة راح يكون حالة حالي البيوت هاي، بس أنا راح أسوي قصر عالي حتى يكون أسطوري ويكون بيه مدرج نازل، أنا متأكد راح يعجب الأمير. أوكي يا جيجي، إذا بالبداية لازم أترك مسافة، إشقد 1 2 3 4 أعتقد راح أبدي منه. أوكي إذا لازم أحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس أوكي هاي صغيرة، بصراحة لازم أسوي مربع عملاق من هذا الخشب. أوكي بعد هنا يا جيجي، هذا أوكي بعد صغير، بصراحة أنا راح أسوي أكبر قصر بالعالم. أوكي هيك بالضبط، أعتقد هالمساحة راح تكون كافية. يلا يا جيجي هسه بالضبط لازم أبدي أشتغل من هذا الاتجاه، وحاول أسوي مربع عملاق، وراح أسوي على شكل مدرجات، راح يكون قصر أسطوري ومتأكد راح يعجب الأمير. يلا لازم أشتغل بعد أكثر، يلا خل أشتغل. يسا صار ليش قد أشتغل، هسا أنا كملت سويت 5 مدرجات. شنو هاي جيجي أنت إيش قاعد تبني؟ أنت قاعد تبني خشب. هاي هاي اسمعيني، أنت ليش جاي هنا وليش قاعد تشوف البناء مالتي؟ أنا أصلا ما قاعد أشوف، بس أنت ما تعرف الأميرة طلبت مني أن أسوي لها قصر كلش حلو ويكون من اللون البينك. شنو الأميرة؟ هاي أنت متأكدة؟ مستحيل يكون الأميرة تريد هذا اللون، أصلا ماكو أي أحد يحب هذا اللون بالعالم، بس أنت الوحيدة. شنو بس أني وجيجي؟ أنت أصلا كلش ما تعرف، بس يلا أنت ما صرت تشغلني، أنا لازم أروح أشتغل حتى أسوي بناء كلش حلو وأكيد راح أربح دايموند هواي. شنو معقولة تكون الأميرة رادت قصر من هذا اللون المقرف؟ والله بصراحة أنا كل شكر هذا اللون، ما أعرف الناس شلون يحبوه. يلا خلي أصعد، بس هاش قاعد تسوي؟
اوكي والله ما اعرف شنو فكرتي، بس هي اصلا ما تعرف تبني، هي اصلا نوبه. يلا يا جيجي هسه اجى الوقت، اني سويت هنا خشب، هسه يحتاج اغير اشياء حتى ازرع حورد حتى يكون منا بالضبط مثل الدرج يصعد للقصر. بس كم درج راح اسوي؟ اوكي بالبدايه لازم ابدي احسب 1 2 3 4. اوكي هاي الخمسه، يلا يا جيجي اكسر هاي 1 2 3 4 5. اوكي هسه راح يكون حلو. اوكي بعدين ابدي احسب 1 2. اوكي لازم اجي منها من الجهه الثانيه احسن. اوكي 1 2 3 4 هاي 5. اوكي لازم احسب. اوكي هسه صحيح، هسه انا كسرت من ذاك الاتجاه وكسرت من هذا الاتجاه. اوكي سأجي الوقت انه استخدم اقراص هنا حتى اقدر ازرعه، وراح يكون كل هذا ورد، راح يكون بداية القصر أسطورية، أنا متأكد راح تعجب الأمير. أوكي بعد هيجي لازم هالمدرجات كلها أسويها من القراص. بعد يا جيجي استعجل. أوكي اكسر هنا، لازم استعجل. بس راني ايش قاعد تسوي؟ والله قاعد تبني كله من هذا اللون المقرف، أصلا متأكد راح يكون قصر ما حلو، حتى بالأخير الأميرة راح تعاقب رانية تقول هذا قصر مالتك ما حلو. يلا هسه لازم أشتغل وأغير كل هاي البلوكات حتى بعدها أزرعها، يلا خلنا أشتغل. يس أنا شفت جيجي مسوي مدرجات، بس أنا سويت مدرجات كلش حلوة، خلت بيها ألوان، لأن هي أصلا الأميرة تحب اللون البينك. انا راح اسوي عواميد عاليه. اوكي بس ولو الصوره صارت مسافته كلش عاليه، اوكي ماكو مشكله، هو يمشي بالاخير راح يكون كلش حلو، انا متاكده ان البناء راح يكون اسطوري. اوكي بس بعد ايش راح اسوي؟ راح يكون هذا البناء منطابقين، وراح اخلي اوكي حتى جبت هاي الشجره راح اخليها شجره من لون بينك. اوكي بس راح اخليها اصلا راح اخليها هنا، هاي شجره اصطناعيه. حتى يكون لونه كلش حلو. اوكي الصور تحتاج بعد اصعد اكثر. اوكي راح احاول اصعد واخليها هنا، هسه صحيح. هاي البقيه ما احتاجها. اوكي خل اكسرها وراح ابدي اخلي هاي الاوراق هذه اللون البينك الاسطوري، راح ابدا اوزع الاوراق بكل مكان حتى تجي تشوف الاميره شجره تقول واو هاي شجره كلش حلوه. بس لازم اسوي نفس الاشجار الطبيعيه. اوكي هنا وبعد هنا، بس والله احتاج شغل كلش هوايه، يا هذا الشغل راح يكون كلش متعب ولازم اشتغل بسرعه. يلا خلي اشتغل. يس ايش قد اشتغلت، استخدمت اللون الازرق والقراص هنا حتى ازرع ورد، وهنا الدرج حتى يصعد الى القصر مالتي. اوكي من هنا الصعود ومن هاي الجهه راح يكون النزول. والله راح تكون فكره اسطوريه. طبعا انا سويت القصر على مكان مرتفع حتى خاف يهجمون عليه وحوش او اشرار ما يقدرون يقضون عليه، لان هو القصر مالتي راح يكون عالي. واو حتى انا غيرت هاي، هنا راح تكون ارضيه القصر، وهنا الحديقه، اكو حديقه من هاي الجهه واكو حديقه من الجهه الثانيه، وهذا المكان راح تكون النافوره. والله يا جيجي انت خططك عبقريه. بس هاي راني ايش قاعد تسوي؟ قاعد تبني شجره لون وردي، حتى الشجره سويتوها لون وردي، اصلا صارت مقرفه، هاي رانيه هاي شجره ما حلوه. هاي هاي جيجي انت ماك علاقه بشغلي، يلا روح ابتعد. اوكي والله اصلا شجرته كلش مقرفه. اوكي هسه اجى الوقت انا هنا اشتغل. بالبدايه ايش راح اسوي؟ طبعا هاي الحديقه ما راح اسويها بالشمس، لان الشمس حاره، ولهذا جت ببالي فكره. بالضبط قبل كل شيء القصر راح يكون هذا، هاي المساحه اعتقد هاي المساحه صحيحه. اذا يا جيجي ابني هنا اصعد بعدين. اوكي هي ليش ما قاعد اقدر اقفز؟ ايش قاعد يصير؟ والله هذا عالي، اذا لازم اسوي 1. اوكي هيك 3 بلوكات راح تكون صحيحة. لازم اترك مسافة 1 2 3 4 5. اوكي هسه من جديد جيجي. اوكي بعدين 1 2 3 4 5. اوكي هسه هي اوكي راح تكون عواميد. بالضبط هنا راح يكون اكو سقف، حتى جوا اكو حديقة، راح يكون مكان اسطوري. بعدين راح احتاج انه اجيب اللون البلو، طبعا من هالمساحه لازم اترك 1 2 3 4. اوكي هسه صحيح. اوكي 2 بلوكه اعتقد هاي خطا، لازم اكسرها بعدين اجيب بلوكه هنا راح تكون الباب مال القصر من هذا الاتجاه. بعدين يا جيجي ايش راح اسوي؟ اسوي هيجي بالضبط. بعدين اوكي هيجي اسوي بعدين. اوكي بالضبط. هي
اعتقد اكو صار خطأ هنا. والله ما اعرف يا جيجي. انا قاعد افكر هسه حتى انا ما خالي ببالي اي فكرة قصر. بس اوكي راح اكسر هذا من جديد. بس انا شنو ببالي؟ اوكي راح اسوي هذا، راح اسوي جدار اوكي عدل، بعدين راح ابدي اسوي هنا دنقة اسطورية راح تطلع بالضبط منا وراح تجي اوكي هيك راح يكون شكله اسطوري. يلا يا جيجي بعد هنا اوكي لازم اسوي مثل هذا. اوكي اعتقد هسه راح يكون حلو. اذا لازم اكمل هاي الجدران واحاول اشتغل حتى اكمل هذا القصر. اوكي بعد هنا الى حد النهايه، اعتقد الى حد هالمساحه راح يكون قصر عملاق. اذا لازم اشتغل واكمل بقيه الجدران. يلا خل اشتغل. يس انا صار قد اشتغل، بس صدق نفس ما توقعت صار القصر كلش حلو. هسه اجى وقت ان اخلي الباب هنا. واو حتى هاي الباب كلش حلوة. بس اوكي سان سويت بس مقدمة القصر، لازم اشتغل واسوي كل هذا البيت واكمله. اوكي راح ابدي هنا استخدم بلوكات. اوكي بس ما راح اسوي كلها هواي زجاج لان احتمال يصير ما حلو. اوكي اصرار المساحة كلش كافية، هنا راح يكون القصر اسطوري ومتأكدة الاميرة راح يعجب هذا المكان. حتى بعد راح اخلي اجار واخلي زرع كلش هواي. اوكي اصرار السان قربت، بقى هنا بلوكي وهنا بلوكي. هسا صحيح بس هاي غلط غلط. اوكي هسه انا كسرتها ولازم ابدي اصعد واسوي العواميد. هسه انا كلش متحمسه، متاكده من بعد ما اكمل راح يكون كلش حلو. اوكي بعد راح اسوي اتصور اجى الوقت ان استخدم بعد هنا بلوكات، بس ولو هذا راح يكون بناء كلش متعب. اوكي راح ابدي هنا اخلي بلوكات. اوكي هسه صحيح، وهذا الفوق راح يكون مثل مثلث اللي راح يكون كلش حلو. اوكي وبعد الجهه الثانيه بنفس الشيء ولازم اكمل بسرعه. بس خل اشوف جيجي. والله جيجي كمل هالسريع، معقول راح يكمل قبلي؟ لا 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 انا لازم استعجل واكمل بنائي انا قبله، لازم استعجل على السريع. يلا خل اشتغل. يس انا غيرت هاي الواجهه وبصراحه سويتها واجهه اسطوريه عملاقه. اوكي لان هذا الطابق الثاني هو الطابق اللي راح يسكن به الامير ويقدر يشوف كل هاي المدينه. بس مع الاسف راح يشوف هذا اللون المقرف اكيد راح يضوج. بس يلا يا جيجي هسه وين راح تصعد؟ اوكي هسه اجى الوقت انه اسوي لي درج هنا حتى اقدر اصعد على الطابق الثاني. راح اسوي له درج بالمنتصف حتى يكون درج اسطوري. اوكي بعد هنا يا جيجي هسه شنو تحتاج؟ احتاج اصنع كرافتنج تيبل. اوكي خلي اخذه على السريع، بعدها راح اجيبه هنا. اوكي هسه شنو احتاج؟ اخذ هذا الخشب وراح اقدر اصنع. اوكي هيجي على السريع يا جيجي راح اقدر اصنع هذا الاوك سلاب اوكي حتى اسوي درج. بس اعتقد هذه المساحه مالته راح تكون صحيحه. اذا يا جيجي بالضبط هيجي. بس هاي كم بلوكه؟ 1 2 3 4 5. اعتقد هذا الدرج عملاق. اوكي اذا ما احتاج هذا، خلي اكسره على السريع. وهذا مخلي اكسره راح ابقي بس ثلاثه، هو الدرج راح يكون ثلاثه. بس اوكي وين الخشب البقيه؟ هي معقوله يكون اني كله خص؟ اوكي خلصته، راح اجيب هنا وهنا. اوكي هسه صار عندي هوايه. يلا يا جيجي هسه لازم تاخذه وترجع تبني هنا بعد. اوكي بعدين لازم انزل هيجي حتى يكمل هذا الدرج راح يكون درج اسطوري درج ملكي. اوكي بعد هنا هي جيجي اوكي راح يكون قريب على الباب حتى اول ما يدخل هذا مالته. اوكي اول ما يدخل منه راح يقدر يشوف هذا الدرج. بس انا جت ببالي فكره. اوكي راح اسوي هذا الدرج 4 حتى يكون بالضبط متساوي، من يدخل منه من الباب راح يكون متساوي الدرج. هسه يا جيجي اوكي اجى الوقت انه تكسر هذا كله. اوكي حتى اسوي له مكان للدرج لازم اتخلص من هالبلوكات. اوكي من بعد ايش راح اسوي؟ خلي اشوف هسه شلون راح يصير. اوكي بعد لازم اكسر منها بلوكات ولا لا؟ راح استخدم هنا بلوكي. اوكي هسه صحيح الدرج. اوكي احتاج بس اتخلص من هالبلوكات حتى يكون اسطوري. اوكي هسه كمل الدرج مالتي. بعد راح اكسر هذا. اوكي وراح استخدم هاي البلوكات حتى يكون يصعد بسهوله.
اوكي هساني كملت هذا الدرج، سويت له درج هنا بالمنتصف. بعد ايش راح اسوي؟ لازم اسوي شبابيك هواي بالبيت، هنا راح يكون هو مكان الجلوس، بالطابق الثاني مكان النوم مالتي، انا متاكد راح يعجبه هذا القصر. بس قبل كل شيء اوكي خلي اصعد على السريع واحاول اسوي هذا المكان. اوكي ايش راح استخدم؟ خشب او استخدم الكوارتز؟ بصراحه انا ما اعرف، بس بداخل اكمل الطابق الثاني وبعدين اشتغل بهاي السقفيه. يلا خل اشتغل. يس انا كملت بناء القصر، انا متاكد هذا القصر راح يعجب هذا الامير. يلا خلي انزل على السريع، بصراحه اشتغلت هوايه حتى غيرت كل هذا الجدار، سويت الزجاج وسويت حديقه من الخارج. اوكي حتى هاي الحديقه بيها سقف حتى الشمس ما تجينا ويقدر يتفرج على هذا الورد. اوكي بقى بس اجيب اثاثنا، بس بصراحه عوف هو الامير هو يختار الاثاث مالته، حتى سويت هنا نافوره. اوكي بصراحه حتى وتنا ورق أشجار جبت وزرعت ورد أحمر، صراحة صار القصر مالتي أحلى قصر بالعالم. أوكي خلي أنزل على السريع، والله منظره أسطوري، حتى خليت هذا ورق الأشجار والنافورة واستخدمت هذا القصر، صار طابقين، أنا متأكد راح يعجب الأمير. أوكي بس خلي أسد الباب قبل كل شيء، بس خلي أشوف وين القصر مرانية. هي شنو هذا القصر؟ والله عبالك حظيرة مال حيوانات. اوكي هيرانية هيرانية انا جيت، والله بصراحة القصر مالتك يضحك. يضحك؟ هاي جيجي انت كشفته كلش حلو، واللي هذا بدي تغار مني. شوف اسمعني دربك تضوجني وروح ابتعد. هي هي شو ضوجك؟ بصراحة هذا يشبه حظيرة حيوانات، انا اشك بيه انه هذا حظيرة مال دجاج. كيف تضوجني؟ اصلا انا راح اخبر الاميرة وهي راح تشوفه واكيد راح يعجبها. يلا خلي اركب. شنو معقول الامير راح يعجب هذا القصر؟ بصراحة كلش مقرف، مو مثل هذا قصري. اوكي خلي اصعد هنا وشوف قصري من بعيد، انا متاكد اسطوري. واو والله قصري كلش حلو. لازم هسه اروح اخبر الامير، انا متاكد راح يعجبه وراح نشوف بلكي اليوم راح ينطيني جائزه. يلا خلي اروح. يا متاكده قصر راح يكون احلى. هاي مستحيل. شنو هذا القصر مالتي؟ اي صحيح يمكن هو هذا القصر. هيا جيجي هذا القصر مو صحيح. اي نعم يا امير انا بنيت لك هذا القصر، بس اتمنى انه يعجبك. واو بصراحة هذا القصر اسطوري مثل القصر اللي بالاحلام. يلا خلي اصعد على السريع. واو اكو درج هنا وصعدني لهذا القصر. واو حتى هنا اكو ورد، انا يعجبني هذا الورد. يلا خلي ادخل على السريع، اكو نافورة هنا. اوكي كم طابق موجود؟ واو عندي حديقة أقدر أتفرج منها على الورد من داخل القصر، وهنا راح تكون مكان الجلوس مالتي. يلا خلي أصعد على السريع وأشوف الطابق الثاني. أوكي هاي راح يكون غرفة النوم، بصراحة عجبني هذا البناء. لازم أستعجل وأخبر جيجي. هي اسمعني يا جيجي أنا عجبني هذا البناء، بصراحة أنت تستحق جائزة وخذ هذا الصندوق هاي إلك. يا أمير معقول يكون أكو دايموند هنا؟ يس دخلت القصر، بس أنا كلش حبيته، ألوانه كلش حلوة. بس شنو درج؟ أوكي أكيد هذا الطابق الثاني، هذا الدرج حلو، ألوانه كل الألوان بنفسجي وبينك، أنا كلش أحب هالألوان. بس حيل أنا راح أقدر أشوف كل شيء، هذا المكان كلش حلو، أنا كلش عجبني، أحسن شيء نروح على هالبنت رانية وأعطيها الدايموند اللي جبت لي إياه. يلا خل أستعجل. واو هسه الأمير انطاني هذا الصندوق، يلا خلي افتحه وشوف. واو ايش قد انطاني دايموند، والله انا راح اصير غني. هيرانية شنو معقولة تكون الأميرة اعطتك دايموند؟ اصلا بنائك ما حلو. جيجي اعطتني هذا الصندوق بدايموند كلش هواية، انا كلش فرحانة. هي والله زين الأميرة اعطتك دايموند، بصراحة انا لو مكان الأميرة كان خليتك بالسجن، لانها بنائك كلش مقرف. شنو؟ هي جيجي اصلا تكره هذا اللون وما تحبه، فاكيد ما راح يعجبك البيت، اصلا بالعكس
كلش عجبها وقالت هذا البيت أسطوري. شنو؟ هذا البيت أسطوري؟ أصلاً والله بيت محلو، أصلاً بيت كلش مقرف. أوكي حتى الدرج واحد يحتاج يقفز يلا يصعد. حتى ماكو مدرجات هنا. هاي هذا البيت مالتش محلو. هاي جيجي كيف ضوجني؟ أهم شنو الأمير عجبها وأنت اللي ضايج. هو صحيح اتغر مني لأصلاً عندي دايمود مثلك. شنو؟ والله بصراحة أنا تعبت بهذا البناء، يلا سويت هيك قصر أسطوري. بس على العموم يا جيجي أنت صار عندك كنز من الدايموند، وبهذا الدايموند راح أقدر أبني لي بيت جديد، وبس هذا راح أشتري سيارة أسطورية. ولنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلتقي فيديو جديد، مع السلامة.